والله ما عليك زود ان شاء الله حبيبي. يبارك. انا عندي لي صديق ايوه وحبيت اخته وخطبتها ورفضوا، بعدين اخذتها اتجوزت وراحت وكله هذا، بس ماتت قبل 3 سنين. الله يرحمها. الله يرحمها. اي والله. فهو قبل كم يوم بيكلمني بيقول لي والله صراحه انا حلمت حلم. قلت له شو؟ قال لي حلمت ان اختي هي هذه اللي ماتت، اختي خارجه من الحمام وانت وياها بترقص. لا فقط. قلت له خير ان شاء الله. بعدين بعدها بكم يوم انا كده جالس بحلم برضه، جالس انا واخوها وهي متعديه من هنا بتقول لي كيف حالك يا مجاهد؟ ماشي. طيب يا اخ مجاهد انت الحلم دكتور. عندك دكتور. طيب بس اسالك اخوي مجاهد، انت نعم حبيبي، الفتره دي حاسس شويه بتقصير يعني في العباده والطاعه عن زمان؟ يعني حاسس انك يعني مش زي الاول في الطاعات والعبادات، مقصر شويه؟ طبعا ده طبعا، لانه انا الحين ما اقدر امشي كثير. الله يشفيك. اول شيء. ان شاء الله. ثاني شيء انا كفوف رجولي محروقه. الف الف سلام عليك. ولي 10 شهور الحين بعالج فيها ان شاء الله مع العلاج. اخويا مجاهد عليك بانك ترك حالك وترك نفسك، انت محتاج هذا الامر، والبنت اللي توفيت دي محتاجة دعوة ومحتاجة صدقة، ويريت منك انت كمان غير اهلها، يعني اهلها يسووا كده وانت تسوي كده. تمام. الامر الاخير ان شاء الله. الامر شاء الاخير الله. انت قلت اخر شيء ايه غير موضوع الرقص؟ في شيء تسلم عليه. ان هي بتسلم عليك، هذا طلاق ارواح ليس له شيء اخر، يعني دعاء بس. تكثر لها من الدعاء، لانه حقيقة رقص المتوفى مش مستحب، فتكثر لها من الدعاء ومن الصدقة الله تبارك وتعالى، وتقول لأخوها يدعي لها ويتصدق عليها، لأن احنا لا نملك للأموات إلا الصدقة والدعاء. دكتور ممكن أضيف؟ وتفضل زياد هيعطيك معلومة زيادة. عزيزي بس أنا من ناحية النفسية، لأن باين أن الدكاترة تتعالج عندهم سيئين. الرقص هو حركة سريعة للقدم في تغيير الحركة، فمعناتها أنت حاول شوف أطباء آخرين، حتى خير. لو أنت شوف 3 أو 4 شوف زيادة، لأنه واضح أنهم هم مش ملمين في حالتك بشكل ممتاز. والرقص يدل على الحركة السريعة، يعني حاول استعجل في تغييرهم، ما تصبر فترة طويلة على علاجاتهم حتى لا يزيد المرض، والله أعلم. بعد إذن الدكتور، طبعا هو الدكتور تفسيره صحيح 100%، بس أنا أخذت زاوية الحركة فقط. بارك الله.